من موسم ما كان ما من الموسم الاخير للكابتن عصام عبد الفتاح، اللي كان كل مباراه غلطه واثنين وثلاثه وتؤثر بشكل واضح. انا هتكلم هنا عن النادي الاهلي، كان في قرارات اخرى بتؤثر على انديه اخرى، ولكن انا هنا بتكلم عن النادي الاهلي. فبالتالي ما حدث من كابتن عصام لا يصح، ويجب انا وجهه نظري الشخصيه انه يجب الخروج والاعتذار لكل واحد من جماهير النادي الاهلي على هذه الكلمات اللي اتقالت. طيب، هو طبعا اقل موسم كان فيه اخطاء تحكيميه هو الموسم اللي كان كلاتنبرج رئيس لجنه الحكام فيه، ثلاث شهور او ببساطه يعني 7 8 شهور، سوري. طيب دول احسن. عايز ارجع بس ايه، نعمل كام فلاش باك عشان بس نبقى ايه، نشوف يعني ايه بدايه الخلاف. هو اصلا كاسم حكم الكابتن عصام عبد الفتاح يفترض انه اسم كبير داخل مصر. حقيقي كلاتنبرج ايام ما كان حكم اسم عالمي، وكلاتنبرج اسم يعني العالم كله يعرفه. كابتن عصام عبد الفتاح عشان بس نشوف هو يعني داخليا كان يشعر بايه لما سمع ان كلاتنبرج جاي مصر. بتاريخ 20/6/2022 كابتن عصام عبد الفتاح قال مع زميلنا ابراهيم فاي على قناه اون تايم، كلاتنبرج مين ده اللي اقعد معاه؟ تصريح فيديو شويش وعميد ولا تصريح عميد. ايوه تصريح موجود على اليوتيوب. تصريح ده قاله الكابتن عصام عبد الفتاح ضد كلاتنبرج. وكان ساعتها ايه يا جماعه؟ مفيش لسه حاجه، يعني ما اشتغلناش مع بعض، يعني احنا اصلا ما قعدناش على ترابيزه واحده مع بعض. كان كلاتنبرج عنده تجربه في السعوديه، وهنا في قناه النادي الاهلي قعدنا نخوض يعني فتره نقول فيها يا جماعه لجنه الحكام محتاجه رئيس لجنه حكام اجنبي زي السعوديه، وقعدنا نشيد بالتجربه السعوديه في هذا الامر، وجي كلاتنبرج ونجح. كابتن عصام فتاح ما اشتغلش مع الراجل لسه اصلا. هم قالوا له في البدايه هيجي خبير، كخبير مش هيجي كرئيس لجنه حكام، قال هيجي كخبير واسمه واقعد معاه. راح الراجل قال ايه؟ مين ده؟ مين قال كده باللفظ؟ مين ده اللي اقعد معاه؟ انا اسف في اللفظ، تصريح ساعتها كان لا يصدر من مسؤول يعتبر في خبره في التحكيم وبيتكلم على اسم كبير. طبعا بدون شك مع كامل احترام طبعا كابتن عصام، ولكن اسم كلاتنبرج اكبر منك. انا اسف يعني دي الحقيقه، ده واقع مش وجهه نظر. لما بتمشي في العالم كله تقول لهم كلاتنبرج هيقول لك اه الحكم الانجليزي اللي اقدر كذا وكذا 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 وكذا. لما تروح وتقول عصام عبد الفتاح، بس هو خلي بالك برضو عشان نحفظ له كلامه. نعم، هو بيتكلم هنا عن الفتره مش التحكيم، هو بيتكلم عن فتره وجوده كرئيس للجنه الحكام مش في مصر، في كذا مكان. تمام، هو بيقول ان هو لما خدش مع محاضرات ما خدش، هو قال باللفظ. هنا برضو يا جماعه معلش عشان الناس تقول لك انا بدافع، لا انا ما بدافعش، انا بقول وقائع. تمام، بس هو قال اسم، ما قالش الاداري، هو قال كلاتنبرج مين ده اللي اقعد معاه. وبعد كده استطرد فكره ان ازاي النهارده ان ده امر خاطئ، وكلاتنبرج مش هيفيد المنظومه وما يعرفش الكره المصريه ولا اخره. فبالتالي يتضح من البدايه ان الكابتن عصام عبد الفتاح كان عنده ازمه نفسيه مع تعيين كلاتنبرج، ان هو كان عارف ان كلاتنبرج جاي ياخد الكرسي بتاعه، وبالتالي تحول الامر الى مشكله شخصيه فضلت داخل الكابتن عصام عبد الفتاح. وبالتالي الكابتن عصام عبد الفتاح اخر واحد يمكن سؤاله عن تقييم كلاتنبرج. ليه؟ لان اوريدي في مشكله شخصيه عنده. يبقى انت ازاي النهارده هاجي اسالك؟ لو انا جيت سالتك انت متاثر بالفتره اللي انت قلتها او اللي انت خضتها معاه، جه بعد كده كلاتنبرج انا اسف في اللفظ طير الكابتن عصام عبد الفتاح من كرسي رئيس لجنه الحكام، بدات الضغينه وبدا الغضب وبدا 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 ندوس في التصريحات على فتره كلاتنبرج. كلاتنبرج جه عمل شغله ومشي. كابتن عصام عبد الفتاح بعد غيابه لفتره عن الساحه لم ينسى هذه الفتره، وبالتالي اي تصريحات يقولها الكابتن عصام عبد الفتاح عن هذه الفتره كابتن اسلام انا بعتبرها بتبقى يعني محوطه بالجانب الشخصي. هي مفيهاش اعترافات محاطه بالجانب الشخصي، ولكنها في النهايه بغض النظر عن كل هذه الامور، كل ده كلام واضح واتقال 100 مره واتقال وهنقوله وهنفضل نقوله، ولكن في النهايه يجب ان يكون هناك مره ثانيه، وانا باصر على هذا الامر، يجب ان يكون هناك اعتذار واضح
لجماهير النادي الأهلي من كابتن عصام عبد الفتاح.